مساء الخير. مساء النور. منيح حضرتك شرفت. كان مصطفى رح يروح لعندها مشان تلملموا فضيحتكم. فضيحتنا؟ ايه فضيحتكم ومصيبتنا يلي لبسناها فوق راسنا من طيبة قلبنا وأخلاقنا الحسنة، لأنه كان لازم نسأل عن البنت قبل ما ناخدها. أم مصطفى، أنت شو عم تحكي؟ بس تعرف المصيبة يلي عاملتها بنتك المرباية، إذا ها إلك عين تتطلع أبقى تطلع. مصطفى سكت أمك، أنا ما بتفاهم مع نسوان. يا عمو أنا مو نسوان، أنا مو نسوان بنوب عزمي بيك، أنا بعشر رجال، بقى الحكي معي، وإذا كان ها خايف أنت من مواجهتي مشان ما يظهر الحق، انتع بنتك عالساكت وامشي. والله شو واستك من بنتي، غلطت عمري. تربايتك لبنتك هي غلطة عمرك. حاجة بقى حكي ونطوطة، بنتك عشقانك